بالآونة الأخيرة والله في يعني يعطيهم 10/10 صراحة، يعني نادرا تلقين مكان، يعني المكان تقريبا كله يكون نظيف، ونادرا تلقين يعني عموما الأسواق هذا. يمكن أكثر شيء نعاتب عليه الحدائق بسبب الناس اللي عادة يحضرونها وكذا، هذا أقرب شيء يعني. لكن في الأسواق وغيره والمرافق الأخرى عادي نظافة فيها تمام. لو كان في توفير لحاويات تكون مستقلة لتصنيف المهملات زي الخشبية والبلاستيكية والورقية والزجاجية، هذا تساهم في إيش؟ في جعل البيئة أنظف. حقيقة الأمانة يعني ما قصرت في هذا المجهود، لكن في توعية يعني مبدئية لو تكون في حملات عن طريق الإعلانات، قنوات الإعلامية أو السوشيال ميديا، تساهم في نجاح كبير لحفاظ على البيئة. طبعا البلدية طبعا هي المسؤولة هي عن نظافة المرافق العامة، ما هي مقصرة صراحة، لكن عندنا المجتمع للأسف يبغاله توعية أكثر، توعية أكثر. يعني أنت تروح مثلا الحديقة وتبغى تقعد تلاقي مكان نظيف تقعد فيه، ما تلاقي، تلاقي كل الله يكرمك مكون في أكياس. يعني لو أنت خلصت شيء وترميها في حق النفايات خلاص، ما كان يعني ما حيكون كده. أنا تروحش في الحدائق العام صراحة شيء ما يشجع أبدا. بشكل عام فيها البلدية ماشية بكل نشاطاتها، وفي تطورات جديدة بالذات الصيف هذا، في تطورات جديدة وفروا لنا أكياس البلدية، وفروا أشياء واجد منها عشان الواحد يقدر يلم النظافة ويحطها في المكان المخصص لها، وأشوف أنها جيدة لا بأس بها، تطورات لا بأس بها. الدولة جزاها الله خير يعني حاطين ناس كثير بيهتموا بنظافة المرافق، للأسف الشديد الناس من حولنا ما بيهتموا بهذا الموضوع وكأنها ما هي بلدهم. يفترض في الناس أن يكون عندهم الوعي والحفاظ على نظافة الأماكن، هذه أماكن ملكنا جميعا، إما إحنا كلنا حافظنا على نظافتها معناته ما حيفضل عندنا أماكن إحنا نروح نتسوق يعني نقضي وقت حلو فيها. من السيء مرة أنه لاقي أنا شخص أو لاقي أسرة جالسة في مكان عام بتستمتع وبتقضي وقتها، طيب جميل استمتعت وقضيت وقتهم، ليش لما بتقوموا من مكانكم بتتركوا أوساخكم؟ ليش ما بتتجمع دي الأشياء كلها وتشيلوها؟ وأبسط الإيمان في عندكم الدولة تركت لكم أماكن مخصوصة أنكم ترموا فيها، ليش ما بترموا فيها؟ إيش الفكرة عندكم أنكم ترموا الأشياء مكانها وتقوموا؟ إحنا بنشوف ونلاحظ يعني مدى تفاعل الأمانات في عملية المحافظة على نظافة المرافق العامة، الحدائق أو الشوارع أو أسواق التجارية. لكن المشكلة في بعض الناس الله يصلحهم يعني بيرموا في أي مكان الزبائن الله يكرمكم، وما في محافظة. لكن أنا عندي مقولة وإذا طبقت إن شاء الله يتلافى الشيء هذا، اللي هو من أمر العقوبة أساء الأدب. الحمد لله أنا شايف أنه في تطور صراحة وفي تحسن، يعني خصوصا في السنتين الأخيرة، قولي 3 سنين أفضل، يعني مو زي زمان. زمان والله ما تلاقي حتى شفتي الحدائق حقت الأماكن العامة وكذا تلاقي، لا صراحة يعني منظر مرة بشع، بس دحين أفضل بكثير. مثل هذه الحدائق والمتنزهات حقيقة هي تحتاج إلى الكثير من العناية والرعاية والاهتمام، وأيضا تزويدها بكل مواد الخاصة بنظافة هذه المرافق، خاصة في أوقات الإجازات الأسبوعية. المرافق جدا رائعة، جدا مميزة، أماكنها جدا يحتاجها المواطن، ولكنها تحتاج الكثير من العناية والاهتمام لضمان صحة وسلامة المواطن. صراحة في الآونة الأخيرة من 2 سنين تقريبا الناس صار عندها وعي في النظافة، صار كل واحد يمشي يشيل أغراضه معاه، مو زي أول زمان البحر تلاقي كده وسخات وأكياسه، لا صار صراحة في وعي في 2 سنين الأخيرة. والله في بعضهم في اهتمام، بس الأغلبية يعني ما أشوف إنه في اهتمام مثل الحدائق العامة. كل إناء بما فيه ينضح، هذا تحصله نظيف وهذا تحصله يمكن العمال ما نظفوا لسه، الله أعلم.